ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ جايلكم بفكرة حلوة جدا ومش مكلفة خالص، وهي طريقة عمل هلال رمضان تقريبا، وما كلفتنيش اكتر من 10 جنيه. زي ما انتم شايفين السلك ده انا جبته، والافضل انكم تجيبوه سلك مجلفن قابل للتشكيل. ما لقيتش السلك ده وقتها، فجبت سلك اللي هو بتاع احبال الغسيل ده عادي، وشكلته على شكل هلال. تاني حاجة جبت خيط المكرمية، هو ب5 جنيه، وبدأت ألفه حوالين السلك كده زي ما انتوا شايفين، وده الشكل النهائي. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك.